أثارت التعليقات الكثيرة التي خرجت بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بعدم وجود أي فرد من عائلته لاستلام جثمانه استياء عدد من أفراد أسرته. وكتبت نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل عبر حسابها بموقع الفيسبوك: يا جماعة، هيثم عنده بنات خالة وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أم، وعنده خطيبة. موضوع عدم وجود أحد لتسلم الجثمان ده لأن القانون عايز أقارب درجة أولى. لم يتوفر هذا لأن أخوه كمان خارج البلاد. صعب أوي كلمة لم يجد أحد يتسلم الجثمان. وتابعت: صعب أوي كلمة لم يجد أحد يتسلم الجثمان، ادعوا لهيثم من كل قلبكم وياريت كان شاف حبكم ده في حياته. ناس كتير زعلت عليه: لم أراها في حياتي، حتى في وداعه الأخير في المدفن حب ووفاء لم أراه منذ فترة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا كتبت على حسابها أن عزاؤه يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وده البوست اللي حطيت فيه الكلام الحلو بتاعها، وقالت عنده بنات خالة وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أم. ده هنا هيثم مع عائلته بوالد آلة فؤاد الله يرحمه. دي نهال فؤاد. عارفين بقى مين اللي معاها ده؟ ده جوزها. تعرفوا ده مين؟ هقول لكم دلوقتي المفاجأة ونبذة صغيرة عن حياته. أكيد عرفتوه دلوقتي، أنا شايف إن في كتير قالوا اسمه دلوقتي. ده جوز نهال فؤاد اللي هي شقيقة زوجة خال هيثم أحمد زكي. من المفاجآت التي لا يعرفها الكثيرون أن نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل هي زوجة اللاعب المشهور حمادة صدقي. حمادة صدقي ولد 25 أغسطس 1961، وهو لاعب كرة قدم مصري معتزل والمدير الفني الحالي لنادي الجونة. لعب صدقي لصالح النادي الأهلي في مركز الدفاع منذ 86 وحتى 93، كما شارك مع المنتخب المصري في 25 مباراة دولية. لاعب مشهور طبعا. ثم اتجه للتدريب بعد الاعتزال، عمل مدربا مساعدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسن شحاتة من عام 2004 وحتى 2011، ونجح خلالها الفريق في الفوز بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية. ثم تولى منصب المدرب العام لفريق سموحة في أكتوبر 2011 تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب. ثم تولى صدقي منصب المدير الفني لسموحة خلفا لشوقي غريب المستقيل في يوليو 2013، وقاد حمادة صدقي الفريق لإنجاز تاريخي حيث حقق المركز الثاني بالدوري خلفا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب حتى صافرة النهائي. وهنا نشر على حسابه على الفيسبوك صورة نادرة ليه، وهنا صورته مع مراته وبيقول لها: كل سنة وانتي طيبة، انتي أغلى حاجة في حياتي. وهنا كان مع يحيى، وهنا مع نهال فؤاد شقيقة زوجة خال هيثم أحمد زكي. من ناحية أخرى، ذكرت عدة تقارير صادرة عن صحف مصرية أن الهبوط الحاد الذي تعرض له الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي مما أدى للوفاة وكان بسبب تناوله أدوية منشطة ومقوية للعضلات. وكشفت مصادر أمنية أنه أقدم على تناول الدواء حتى يرفع نسبة هرمون التستوستيرون في جسده، حيث يتناول هذا الدواء معظم لاعبي كمال الأجسام، الأمر الذي أدى إلى حدوث هبوط حاد في الدموية وإرهاق جسدي شديد. ووفقا لصحيفة الشروق المصرية، فإن هذا الدواء الذي أخذه الراحل هيثم زكي رفع له إنزيمات الكبد، فتوجه مباشرة إلى الصيدلية ليتم حقنه بإبرة مسكنة، مما جعله لا يشعر بآلام الكبد التي بدأت تزداد مع مرور الوقت فأودت بحياته في نهاية المطاف.
وفي الأشهر القليلة الماضية كان هيثم أحمد زكي يقوم بالاستعداد لينفذ دور البطولة في الجزء الثاني من فيلم كابوريا الذي لعب دور البطولة في جزئه الأول والده الفنان الراحل أحمد زكي. منذ 29 سنة مضت حقق حينها نجاحا باهرا أثناء عرضه في دور السينما. وقالت المصادر أن أداء هيثم أحمد زكي لدور البطولة في الجزء الثاني من فيلم كابوريا يتطلب منه بذل الكثير من الجهد والخضوع لتدريبات جسدية شاقة، لأنه سيجسد في الفيلم دور البطل الذي يلعب الملاكمة ويخوض الكثير من المواجهات. وقد صرح هيثم زكي عن الأمر الذي جعله يقدم على قبول دور البطولة في الجزء الثاني من الفيلم هو قيام النجم الأمريكي سيلفستر ستالوني بإصدار جزء ثاني من فيلم الملاكم روكي والذي حقق نجاحات باهرة. من ناحية أخرى، عاش الفنان الراحل هيثم أحمد زكي آخر أيام حياته وهو يعاني من وحدة قاتلة، وقد تحدث عن هذا الأمر في عدة لقاءات صحفية ومقابلات تلفزيونية أجراها في الآونة الأخيرة، وقال أنه بدأ يشعر بالوحدة منذ وفاة والدته ومن ثم والده وبقاؤه يعيش وحيدا في بيت العائلة. كما أنه دائما ما كان يقول لأصدقائه وبعض زملائه في العمل بأن شعورا يتملكه بأنه سيموت وحيدا دون علم أحد، وأن ذلك سيحصل وهو في ريعان شبابه. ناهد السباعي أكدت ذلك وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت، وجع قلبي من وهو صغير على طول بتقول لي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس إني هموت صغير، وأنا دايما أرد أقول لك أنت بتقول كده عشان رخم ونكدي، لو كنت صدقتك كنت فضلت على طول قاعدة معاك يا صاحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا. مؤدب خلوق. ومن ناحية أخرى، كشف محمد الصعيدي ضابط الشرطة السابق والمعروف بصداقاته للعديد من النجوم موقفا إنسانيا فعله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي خلال تواجده بمجمع التحرير. أوضح الصعيدي عبر حسابه على الفيسبوك أنه في أحد أيام عمله في مصلحة الجوازات جاء هيثم لكي يجدد جواز السفر الخاص به كاتبا: كان جاي مرهق جدا ومطبق مش نايم يعني، وطبيعي إن مجمع التحرير كله يتصور معاه، لكن كانت هناك سيدة 50ية عاملة نظافة طيبة جدا، دخلت سلمت عليه بفرحة وبوادر دموع في نفس الوقت، وهيثم لاحظ كده، واستأذنته إنه ينتظر بنتها جاية من المدرسة أو الكلية مش متذكر عشان تتصور معاه، وتابع هيثم انتظرها قرابة النص ساعة وسألني على مكنة فيزا ونزل سحب فلوس وطلب مني ظرف وأعطى للست واتصور مع البنت ومشي. ولما سألت الست قالت لي: شفت فيه أحمد زكي اللي كنت بحبه وكان صعبان عليا مرضه وموته، هيثم عاش جدع وخير ونقي، ربنا يسكنك فسيح جناته أنت ووالدك. كما حكى موقف آخر وقال: سنة 2004 أيام معاناة أحمد زكي في دار الفؤاد مستشفى، زاره علاء وجمال مبارك ودكتور عوض تاج الدين، وبعدهم زاره كاتب صحفي معروف، ووقف مع هيثم في لقاء ود ولطف وأبوة وكلام من إنه أنت عارف غلاوتك وبابا عندي، وبعد كده مشي. بعدها نزل خبر كان عنوانه: هل زار علاء وجمال أحمد زكي بعد عدم الاستجابة للكيماوي؟ وفي المتن كلام في منتهى القساوة. هيثم في لحظة بكى بكاء شديد بغضب ساعتها، واتصل بالصحفي عاتبه بشدة وحدة وقال له: انت ازاي كده وانت عارف ان اوقات بيطلب الجرايد؟ وتغير بعدها العنوان والمضمون. ومن ناحية تانية، في نفس الوقت اللي كان الاستاذ المحترم محمود موسى بيكتب عن الزيارة وانه في تحسن ملفت في حالة احمد زكي، وهيثم كان دايما يسلم على محمود موسى بحب وتقدير. ده محمد الصعيدي وذكرياته كتبها على الفيسبوك.
من ناحية أخرى روى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كواليس دفن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 35 سنة في عز شبابه. وقال أشرف زكي إن الفنان أحمد السقا نزل بالجثمان إلى القبر ومعه الفنان الشاب عمر متولي، مشيرا إلى أن المشهد كان مؤثرا ولم يتخلف أحد عن أداء الواجب. وفي اتصال مع عمرو أديب كشف نقيب المهن التمثيلية عن موقف إنساني له مع الفنان الراحل، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام تواصل هيثم أحمد زكي معه والتقى به لسداد اشتراكات متأخرة عليه للنقابة. وتابع بعد سداد المبالغ المتأخرة على الفنان الراحل جاءت مكالمة له من أحد الفنانين أن ظروفه صعبة ويحتاج لإجراء عملية، مؤكدا أن الفنان الراحل لم يتردد وقال له أنا مش عايز أدفع اشتراكات النقابة، يا ريت المبلغ ده يوصل للزميل لإجراء العملية. ومن ناحية أخرى نشرت الفنانة ناهد السباعي محادثة جمعتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام. المحادثة تمت بينهما على الواتساب وبدأت بكلمات هيثم أنا بطمن عليكي لتطلب منه أن يطمئنها على نفسه. وكتبت ناهد في تعليقها موجهة النصيحة لمتابعيها اطمنوا على بعض، حاولوا تقربوا، إخوات أصحاب قرايب أوصلوا الأرحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفسيكوا لو ما كنتوش موجودين كتير. هنا صورة نادرة مع دينا الشربيني وناهد السباعي، ودي صورة محادثة الواتساب طمنيني عليكي، وهنا هي متأثرة جدا في جنازته. هنشوف فيديو ليها برضو وهي بتعيط بحرقة، وبعديه أسرار تانية عن هيثم. قالت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية في واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي أن جهات التحقيق أصدرت قرارا بالتحفظ على شقة هيثم لحين ظهور الورثة. وأضافت المصادر أن قوة من المباحث أجرت تغييرا في كالون شقة هيثم حيث جرى وضع المفتاح تحت تصرف جهات التحقيق بقسم شرطة الشيخ زايد لحين ظهور الورثة واتخاذ الإجراءات. يذكر أنه بعد انفصال هالة فؤاد عن النجم الراحل أحمد زكي تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات
لتنجب سنة 1990 ابنها الثاني رامي، وتتوفى بعدها في 10 مايو سنة 1993، تاركة هيثم في سن التاسعة ورامي في سن 3 سنوات، حسبما أكدت الفنانة الشهيرة لليوم السابع. لافتة إلى أنه يعد الوريث الوحيد للراحل الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أنه طوال حياته يعيش خارج مصر مع والده على حد علمه. وبوفاة هيثم أحمد زكي يسدى الستار على عائلة الفنان أحمد زكي الذي تزوج من الفنانة هالة فؤاد سنة 1983، وأنجب هيثم في أبريل 1984 قبل إعلان انفصالهما بعد بضعة أشهر. ولعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تسلم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الجثمان من المشرحة، وتم تشييع صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود. ده رامي الوريث الوحيد لشقيقه هيثم أحمد زكي الله يرحمه. ودي صور نادرة للخبير السياحي عز الدين بركات مع زوجته هالة فؤاد. أنا معاهم سمير صبري، وهنا هالة فؤاد مع هيثم ورامي، كان لسه مولود رامي. وهنا في فرحها اللي جنبها على يمينها ده أحمد فؤاد والدها. صور جميلة جدا ونادرة الله يرحمها. هنا في فرحها وهنا مع الخبير السياحي اللي هو زوجها التاني عز الدين بركات. ومن ناحية أخرى نعت الفنانة الشابة إنجي خطاب الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية عن عمر 35 سنة، ودفن إلى جوار أبيه في مدافن أحمد زكي بطريق الفيوم. وكتبت إنجي خطاب عبر صفحتها على الفيسبوك: أنا معرفتي بهيثم ما كانتش كبيرة أوي، تعرفت عليه في مسلسل كلبش 2، ومثلت معاه دور من أحلى أدواري، دور هنادي الغجارية، كنت حبيبته في المسلسل. أول ما شفته في اللوكيشن قعدت أبص عليه جامد وأقول لنفسي: هو أنا هقف أمثل قدام ابن العظيم أحمد زكي؟ شفت فيه ملامح أحمد زكي وطلته وهيبته، قلت أكيد هيبقى شايف نفسه، ده ابن أحمد زكي حقه. وقبل ما نبدأ تصوير أول مشهد لينا لقيته جاي يسلم عليا ويقول لي: مبروك يا إنجي، دورك مهم جدا ومبسوط إني هشتغل مع ممثلة موهوبة زيك. وأضافت: كان في منتهى التواضع والاحترام وأسلوبه مهذب جدا في الكلام، وكل مشهد كنا نصوره أروح له قبلها وأقول له: ممكن نراجع المشهد سوا؟ يقول لي: يا ريت. وكنت بلاحظ انه دائما واقف في حاله، ومعاملته مع كل الناس في اللوكيشن من اصغر حد لاكبر حد بمنتهى الذوق والاحترام. وختمت انجي خطاب حديثها عن هيثم احمد زكي قائلة: كنت بشوف في عينه نظرة حزن غريبة، فضولي خدني اتكلم معاه وقلت له: انت عايش لوحدك يا هيثم؟ قال لي: اه. قلت له: طب مين بيشوف طلباتك؟ قال لي: انا اتعودت خلاص. قلت له: لازم تتجوز يا هيثم ويبقى لك بيت وعزوة. قال لي: أنا فعلا هعمل كده وهخطب قريب، تعبت من الوحدة. قلت له: ربنا يسعدك يا رب. وفعلا خطب بعدها بشهر، بس ملحقش يخش دنيا ويفرح للأسف، موجوع عليه قوي كأنه أخويا، كان ليا الشرف إني مثلت قدامه إنسان في منتهى الأدب والطيبة والتواضع. يمكن ما كناش أصحاب، بس الكام يوم اللي صورنا فيهم مع بعض عرفت إنسان نظيف بمعنى الكلمة. الله يرحمه ويحسن إليه، عمرنا ما هننساك وهنفضل ندعي لك. دي إنجي خطاب، ونشرت صور ليها معاه في أعمالهم، ونشرت برضو صورة للعائلة وكتبت عليها: وكأن قدر هذه العائلة الموت مبكرا، الله يرحمكم ويجمعكم في الجنة، من يوم واحد. ونشرت برضو الصورة ديت من مسلسل، وكتبت
عليها، ما قابلتش حد في طيبتك واخلاق، اشتغلنا سوا في كلبش، كنت زي النسمة في اللوكيشن وفي حالك، كنت ذوق ومؤدب مع كل الناس، كنت لما تحب تعيد مشهد معايا تفضل تتأسف لي كتير من أدبك وأخلاقك. الله يرحمك يا محترم، عشت في حالك ومت في حالك، ربنا يعوضك في الجنة، هتوحشنا. انت مش يتيم يا حبيبي، مصر كلها أهلك وبتدعي لك، وجعت قلوبنا يا هيثم، مصر كلها بتبكي عليك. عاش وحيدا يتيما ومات وحيدا، ادعوا له فليس له أب أو ولد يدعو له. الله يرحمه.